وقعت وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون لتنسيق جهود الطرفين في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري. هذا ويهدف البروتوكول إلى وضع استراتيجية مشتركة ترتكز على تمكين كافة المستهدفين من خلال الخطط والبرامج والمشروعات القومية لتمكين المواطن المصري وتحسين جودة حياة المواطنين، كما سيوفر التحالف كافة أوجه الدعم للفئات والمناطق الأولى بالرعاية في كافة المحافظات. النهاردة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية. انتوا عارفين طبعا التحالف الوطني من خلال اعضائه منتشر على مستوى جمهورية مصر العربية على مستوى 27 محافظة، ووزارة التنمية المحلية هي المنوطة بالإشراف على وتبعية المحافظات السادة المحافظين للوزارة. بنبدأ ننزل ونقدم الخدمات، بنلاقي بقى على الأرض مرورا بقى بعد ما احنا وقعنا مع وزارة التنمية المحلية بنلاقي كل الأجهزة بتاعت الدولة بتساعدنا ان احنا نحقق الهدف المطلوب وان احنا نوصل للأسر الأكثر استحقاقا وندعمها بالشكل المطلوب. ما يكون معانا النهاردة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال فكر جمعي يضم 25,000 جمعية قاعدية بالإضافة إلى الاتحاد النوعي للجمعيات وبالإضافة إلى الاتحاد الإقليمي، كل ده بيكون من خلال التخطيط والتنفيذ التشاركي. هنا بالشكل ده نقدر بفكر تخطيطي نحقق كل مستهدفات الاحتياجات اللي بيحتاجها المواطن المصري على أرض المحافظات المصرية.